خلينا نرجع تاني ليونس درويش. يا يونس مساء الخير. مساء عليك يا استاذه، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين في مصر كلها. قول لي ايه الوضع في اسيوط؟ استعدت الاجهزه الامنيه وقوات الجيش واجهزه المحليات في محافظه اسيوط لغدا لانتخابات الرئاسه التي تبدا غدا في محافظه اسيوط، حيث انتشر قوات من الجيش ومن الشرطه امام اللجان التي تجرى فيها الانتخابات، وتم تشييد مقرات لاستقبال الناخبين امام المدارس. هناك اجهزه المحليات قامت بالاستعداد التام للجان والانتخابات، استلمت قوات الجيش والقضاء استلموا اوراق اللجان اليوم، ورئيس المحكمه عقد مؤتمر صحفي، وتم التواصل مع كل الاجهزه لتوفير الراحه التامه لجميع الناخبين. هناك سيارات متوفره في امام اللجان، وذلك لتوفير ونقل الناخبين من الاماكن المقيمه فيها البعيده، استعدادات مكثفه من اجهزه الداخليه وقوات الشرطه لاستعداد للانتخابات. طيب اسيوط، قول لي بصراحه مشاعر الناس في اسيوط ايه؟ يعني هل الناس عايزه تنزل تنتخب؟ هل قلقانه؟ هل ايه؟ ايه مشاعر الناس الحقيقي يعني؟ دعيني اشرح لك الوضع العام في محافظه اسيوط. هناك راحه شديده واقبال شديد واستعداد تام من جميع المواطنين في اجهزه الدوله ومن الموظفين وغير الموظفين للخروج للانتخابات، وذلك للاستقرار الذي تحقق في البلد. هناك راحه نفسيه للخروج من المواطنين للخروج لاستكمال مسيره الامن والامان التي شهدتها محافظه اسيوط من ضمن محافظات جمهورية مصر العربية. هناك بعض المشروعات التي تحققت في محافظة أسيوط. بس أكيد أهل أسيوط عندهم مطالب تانية كتيرة في الأربع سنين اللي جاية. أكيد طبعا هناك في مطالب كثيرة سوف يتم عرضها إن شاء الله من خلال برنامج حضرتك على الحكومة لتحقيق مطالب أهالي أسيوط إن شاء الله. شكرا يا يونس، وأنتبه معاك بكرة الانتخابات.